في طلب من مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم بول جوين دوري عمان للمحترفين ينطلق مبكرا لإعداد الأحمر. منتخب الشباب يلغي معسكره الحالي ويحدد موعد إقامة المعسكر بعد نهاية شهر رمضان. والسائق العماني احمد الحارثي يتأهب للجولة الثالثة من بطولة بلانك الأوروبية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بكم مشاهدينا الي نشرتنا الرياضيه والبدايه مع لجنه المسابقات والتي حددت تاريخ انطلاق دور المحترفين في العشرين من اغسطس بناء على رغبه الفرنسي بول لوغوين الذي يرى بان انطلاق الدور في وقت مبكر قد يرفع المستوى اللياقي والجاهزيه الفنيه للاعبين قبل مباراه تركمانستان في الجوله الثانيه من التصفيات المزدوجه المؤهله لمونديال روسيا وكاس اسيا في الامارات تعيش الأوساط الرياضية في سلطنتنا الحبيبة باهتمام واسع برياضة كرة القدم، فباتت هذه الرياضة تشغل كل صغير وكبير على أرض السلطنة، فعند الوقوف مع مباريات الدوري المحلي نجد التنافس يزيد من وتيرته، وتصبح الأجواء مشتعلة بشكل واضح، فتنقسم الجماهير لتتزين المدرجات بألوان فريقها، وكلهم يندرجون تحت مسمى واحد هو التنافس من أجل الظفر بأحد ألقاب الموسم. وما إن الاستحقاقات لمنتخبنا الوطني الأول نجد تكاتف تلك الجماهير المنقسمة لتتزين بلون واحد دون سواه وهو اللون الأحمر الذي يصطبغ به منتخبنا فحب المنتخب يبقى الهدف الأسمى الذي نجري من خلاله لأحلامنا الواحدة وهو رؤية الأحمر يسلك طريق النجاحات والصعود لأغلى البطولات والمسابقات وها هو اليوم نرى التفكير كامل نحو نجاحات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا ونهائيات كأس آسيا في الإمارات الأمر الذي جعل لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحدد العشرين من أغسطس موعدا لبداية منافسات الموسم الكروي الجديد 2015-2016 وفي مقدمته بطولة الدور المحترفين لتلبي بعضا من رغبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول وتوصية من المدير الفني الف الفرنسي بول لوغوين الذي كان يأمل في أن تنطلق مباريات النسخة الثالثة لبطولة دوري المحترفين في الأول من أغسطس أو الأسبوع الأول منه على أقل تقدير حتى تتم الاستفادة من مباريات الدوري وذلك من أجل عملية التأهيل الأمثل للاعبين وتجهيز اللاعبين بالصورة التي تجعلهم في الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة التي تعينهم على مواجهة التحديات القادمة في قرار مفاجئ للوسط الكروي الغى منتخبنا الوطني للشباب معسكره خلال الفتره الحاليه ويرغب في إقامة معسكر آخر نهاية شهر رمضان المبارك، حيث كان من المقرر أن يخوض منتخبنا معسكرًا يبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، الجدير بالذكر أن المدرب الوطني رشيد جابر يتأهب لتحضير لاعبيه لخوض تصفيات كأس آسيا 2016 تحت 19 عامًا، والمقرر إقامتها في الهند، وقد أوقعت القرعة أحمر الشباب في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من قطر ولبنان. وقرغسستان إلى جانب منتخبنا الوطني. يعود منتخب الناشئين لتجمع اليوم الأحد بالمجمع الرياضي بنزوة في ثاني معسكراته الداخلية. والذي يستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري حيث يأتي هذا التجمع في إطار التحضيرات لتصفيات آسيا للناشئين وبطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للناشئين وقد تقرر أن يخوض منتخبنا الوطني تجربتين وديتين أمام المنتخب القطري في الدوحة بتاريخ الثاني عشر والرابع عشر من شهر يوليو المقبل الكرة الى خط الدفاع على الجهه اليسرى بالتحديد تحولت المحاوله بعد ذلك واعيدت الى الجهه اليمنى التقدميات محاوله ترسل اماميه عاليه تتخلص بالراس تعود الكره لمصلحه منتخبنا تسديده قويه تتحول الى ماذا لمصلحه منتخبنا من جديد عرضيه اماميه تتخلص من قبل الدفاعات وتتحول الى بدر الجابري رجع الكره عادت الى بدر من جديد يسعى فريق عمان لسباقات السيارات وبقيادة السائق العماني أحمد الحارثي وزميله بالفريق دانيال لويد إضافة إلى سائق فريق أستون مارتن جوني آدامز إلى العمل لإنهاء سباق الجولة الثالثة من بطولة بلانك الأوروبية في مركز جيد حيث سجل الفريق دقيقة وتسع وخمسين ثانية فاصل سبعمائة وثمانية وسبعين جزءا في التجارب التأهيلية الأولية الأولى وقد كان تركيز السائقين الثلاثة الحارثي ولويد وأدمز على التجهيزات بالسيارة أكثر من السرعة كون السباق طويلا وشاقا ومتعبا حيث يمتد لمسافة ما يقارب ألف كيلومتر ولمدة ست ساعات متواصلة وبعد هذه الجوله في ابرز الاخبار المحليه ننتقل سويا الى الاخبار العالميه والبدايه مع ابرز العناوين البرازيل تبحث عن خطف بطاقة التأهل من بوابة فنزويلا بالرغم من حرمانها لنجمها الموقوف نيمار دا سيلفا كولومبيا تسعى لمواصلة صحوتها حين تلتقي بالبيرو على ملعب جيرمان بيكر الواقعة في مدينة تيموكو تشيليا نبدأ الاخبار العالمية من بطولة كوبا امريكا 2015 بتشيلي حيث نجح منتخب الارجنتين في تحقيق الفوز على جامايكا بهدف وحيد في المباراة التي لعبت في الساعات الاولى من فجر اليوم على ملعب سوساليتو واكد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ان مستوى منتخب بلاده انخفض خلال الشوط الثاني من مواجهه جامايكا ولكن الاهم هو الحصول على النقاط الثلاث وتصدر المجموعه الثانيه وفي مباراه اخرى سقط المنتخب الأرجواني في فخ التعادل الايجابي في مباراته التي خاضها امام منتخب باراغواي ليتاكد صحيح عودة الباراغواي رفقة المنتخب الأرجنتيني إلى الدور المقبل ونبقى مع بطولة كوبا امريكا حيث يبحث المنتخب البرازيلي في غياب نجمه الأول نيمار عن بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كوبا امريكا بفوز لا غنى عنه خلال مباراته أمام فنزويلا الطموحة ويسعى مدرب منتخب البرازيل كارلوس دونغا لإظهار قدرته على تخطي الصعاب بعد انتهاء مشوار نجمه الأول نيمار دا سيلفا في البطولة الحالية المقامة في تشيلي. بعد أن كان العالم بأسره يشهد لمجهودات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع ناديه برشلونه على المستوى الأوروبي وبعد أن وضعت البرازيل آمالها على النجم نيمار للحصول على بطولة كوبا أمريكا 2015 بتشيلي هو النجم البرازيلي يضع منتخبه يسير لوحده فيما تبقى للسيليساو من مباريات فما فعله نيمار في المباراة السابقة أمام كولومبيا بعد شجاره مع لاعبي كولومبيا امر جعل من اتحاد امريكا الجنوبيه يصدر عقوبه ضد قائد منتخب السامبا بايقافه لاربع مباريات وهو ما يعني نهاية مشواره في بطولة كوبا أمريكا لهذا العام ليأتي اليوم الذي ترى فيه البرازيل نفسها من دون قائدها في مباراة فنزويلا وبقدر ما تبدو الحسابات معقدة ومتشابكة في المجموعة الثالثة يمنح هذا التشابك الأمل للمنتخبات الأربعة البرازيل وكولومبيا والبيرو وفنزويلا فكل واحد منهم يملك حظوظه للتأهل للدور المقبل بعد تساوي عدد النقاط لكل فجميعهم يحملون ثلاث نقاط من فوز وخسارة ويفتقد كل من المنتخبين البرازيلي والفنزويلي أحد نجومه الأساسيين في المباراة المنتظرة فبعد تأكيد غياب النجم نيمار دا سيلفا سيفتقد النجم الفنزويلي جهود لاعبه فرناندو أموربيتا الذي طرد في مباراة الفريق أمام بيرو في الجولة الماضية وفي ظل تاريخ وخبرة الفريقين قد تبدو الكفة تميل للبرازيل نظرا للفرو الفروقات الكبيرة بين الفريقين ولم يسبق المنتخب الفنزويلي أن فاز على البرازيل سوى في مواجهة واحدة كانت في يونيو من عام 2008 وقد يعوض اللاعب فيليب كونتينيو غياب نيمار كمهاجم ولكنه من الصعب عليهم تعويضه كقائد للفريق يبث الحماس والحيوية في الأداء ورغم هذا يحتاج المنتخب البرازيلي للفوز في هذه المباراة لتأكيد قدرته على الفوز في غياب نيمار الذي عودنا دائما وابدا ان البرازيل لا خوف عليهم في ظل تواجده ولكن ما اذا غاب النجم البرازيلي قد تبدو الامور اكثر صعوبه من سابقتها ولكن فنزويلا هو المقياس الاصعب للمدرب دونجا ورجاله فهل يستطيع السيلساو من تجاوز عقباته ام ان للمنتخب الفنزويلي كلمه اخرى وفي لقاء اخر يسعى المنتخب الكولومبي لمواصله صحوته في بطوله كوبا امريكا لكره القدم والفوز على البيرو في مباراته الاخيره في مرحله المجموعات وذلك من اجل ضمان التاهل الى الدور ربع النهائي وتجنب الدخول في حسابات معقده في ظل تساوي فرص فرق المجموعه الثالثه. كولومبيا والبيرو هي إحدى أهم المواجهات في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كوبا أمريكا 2015 بتشيلي، فكلا المنتخبين يمتلكان حظوظ التأهل للدور المقبل، فالبيرو تمتلك ثلاث نقاط من فوز وخسارة، وكذلك الحال للمنتخب الكولومبي الذي يملك ثلاث نقاط أيضا خسارة ضد فنزويلا في أولى مبارياته وفوز على البرازيل بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما على استاد مون. ديفيد ارلانو فلقاء كولومبيا الاخير كان محط اهتمام الكثير من الصحف العالميه ليس بسبب الفوز المستحق على البرازيل فحسب بل لما حملته من احداث بعد صافره الحكم فطرد نيمار وكارلوس باكيا حمل الكثير من الانتقادات لكلا النجمين انتقادات عاشتها البرازيل بكل حزن وتخوف انتقادات تناستها كولومبيا بعد فرحة الفوز بالنقاط الثلاث ولكن بعيدا عن ما جرى في المباراة السابقة فكولومبيا على موعد مع منتخب البيرو على ملعب جيرمان بيكر في لقاء سيحمل الكثير في طياته لا سيما أن تاريخ مواجهة الفريقين تبدو متقاربة للغاية فكولومبيا انتصرت على البيرو في ثمان مناسبات وخسرت في سبع منها وكان التعادل بينهما في ثمان مواجهات وحتى فيما يخص تتويج الفريقين ببطوله كوبا امريكا فهناك تقارب واضح فالبيرو توجت مرتين عام 1939 و 1975 واما المنتخب الكولومبي فإنه توج لمرة واحدة فقط في عام 2001 عندما انتصر على المكسيك في المباراة النهائية بهدف نظيف فنجوم كولومبيا يسعون لنسيان إخفاقاتهم مع أنديتهم الأوروبية أمثال جيمس رودريغيز الذي لم يحقق شيئا هذا الموسم مع فريق ريال مدريد وكذلك الحال للنجم راداميل فالكاو الذي عاش موسما صعبا مع الشياطين الحمر مانشستر يونايتد ليصبح الطموح نحو التأهل هدف كل الكولومبيين ولكن رفاق اللاعب كلاوديو بيتزارو قد يكسرون طموحات كولومبيا وتصبح البيرو أحد الفرق المتأهلة للدور المقبل فكل شيء وارد في كرة القدم وبأن تحين صافرة النهاية سيستل الستار وسيتم معرفة من هو الأجدر بالصعود ومع منافسات دوري كرة القدم بأمريكا الشمالية حيث تغلب فريق نيويورك ريد بولز على نظيره فانكوفر وايت كابز بهدفين لهدف على ملعب ريد بول أرينا في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية حيث سنحت الفرصة لأصحاب الأرض للتسجيل بعد أن نالوا ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة ولكن حارس فانكوفر أو حارس فانكوفر ديفيد أوتسيد تصدى بنجاح للركلة أو لركلة برادلي رايت فيليبس وفي الدقيقة الخامسة عشرة تقدم الضيوف عن طريق كوتا مانية وفي الشوط الثاني أهدر ريد بول فرصة لإدراك التعادل في الدقيقة التاسعة عشر بعد إضاعته لركلة جزاء عن طريق اللاعب نفسه ليضاعف فانكوفر النتيجة في الدقيقة السابعة والسبعين عن طريق كيانزا فرويسي ونجح نيويورك ريد بول في تقليص الفارق بعد خمس دقائق بهدف أحرزه الكاميروني اليافع آبانغ لينتهي اللقاء بفوز فانكوفر وايت كابز بهدفين لهدف ايرث كويكس على مضيفه سياتل ساندرز بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري امريكا الشماليه لكره القدم فبعد ان فشلت عده محاولات من الطرفين افتتح سان خوزي التسجيل في مرمي متصدر البطوله في الدقيقه الثامنه والعشرين بهدف سان نياسي من تمريره بيريز غارسيا وضاعف بيريز غارسيا من تقدم الضيوف في الدقيقه الثالثه والسبعين بعد ان نجح في تفادي ثلاثه مدافعين قبل ان يسدد في سقف المرمى ويقود فريقه للفوز بهدفين دون رد تأهل الجنوب إفريقي كيفن أندرسون لنهائي بطولة كوينز المفتوحة للتنس في العاصمة البريطانية لندن بفوزه على الفرنسي جيل سيمون بمجموعتين لمجموعة واحدة حيث تقاسم اللاعبان المجموعتين الأولى والثانية غير أن أندرسون غير المصنف في البطولة يثبت جدارته ويكسب المجموعة الثالثة وبطاقة التأهل للنهائي بواقع 6-3 6-7 و 6-3 وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها النجم الجنوب افريقي لنهائي إحدى بطولات المحترفين هذا العام بعد فوزه بلقب بطولة مارسيليا في فبراير الماضي. <applause> 6'3", six تجمع المباراة النهائية في بطولة جيري ويبر للتنس المقامة في مدينة هالي بألمانيا اليوم بين السويسري روجر فدرر والايطالي اندرياس سيبي بعد فوز كل منهما في مباراته ضمن الدور نصف النهائي ويامل السويسري روغا فيدرر في تسجيل رقم قياسي جديد بالفوز ببطولة جيري ويبر للتنس للمرة الثامنة عندما يواجه نظيره الايطالي اندرياس سيبي فدرت اهل لنهائي هذه البطوله للمره العاشره بفوزه علي الكرواتي ايفو كارلوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع 7/6 و 7/6 challenge the goal on the left far sideline what was gonna is overturned جمعت منافسات الدور العالمي للكرة الطائرة بين المنتخب الصربي وضيفه الأسترالي في بلغراد وقد فازت صربيا بالمباراة الأولى في سلسلة لقاءات البلدين بثلاثة أشواط دون رد حيث امتد الشوط الأول لست 26 دقيقة قبل أن يحسمه سريكو لسناك بضربة أمنت الفوز لأصحاب الأرض بواقع 25 نقطة مقابل 23 بعدها صار الطريق ممهدا للمنتخب المضي للمضي قدما والفوز بالمباراه بثلاثه اشواط نظيفه محققا فوزه الثاني على التوالي على ضيفه الاسترالي ضمن منافسات بطولة دور العالم للكرة الطائرة أيضا تغلبت بولندا على روسيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في لقائهما بمدينة كازان الروسية روسيا التي تبحث عن أول فوز لها في الدوري هذا العام كسبت الشوط الأول ولكن الفريق الضيف عادل بعدها ومضى ليتقدم ليفوز بالشوط الثالث ومرة أخرى عاد أصحاب الأرض فارضين شوطا خامسا تقدمت روسيا بنتيجة 14 مقابل 13 في الشوط الأخير لكن بولندا كسبت النقاط الثلاثة التالية لتفوز بالشوط والمباراة ورفعت بولندا بذلك رصيدها إلى 16 نقطة متخلفة بنقطة واحدة عن الولايات المتحدة الأمريكية متصدرة المجموعة الثانية انطلق أسطول الزوارق المشاركة في منافسات بطولة فولفو للمحيطات من ميناء مدينة لاهاي في السويد في الشوط الأخير من منافسات الموسم الحالي فريق الفي ميديكا التركي الأمريكي بقيادة الربان الأمريكي تشارلي إزمرات كان في صدارة الركبة عند خروجه من الميناء الهولندية إلا أو الأسطول المؤلف من سبعة فرق سوف يقضي حوالي اليومين ونصف اليوم قبل بلوغ وجهته الختامية ويأمل إليفي ميديكا في الفوز بالمرحلة التاسعة من السباق بينما يؤمل فريق أبو ظبي بقيادة الربان البريطاني إيان وولكر في تفادي حدوث مشاكل والفوز ببطولة الموسم في غوتنبرغ فازت نيوزيلندا على انجلترا بطل العالم بنتيجة 21 مقابل 16 نقطة في المباراة النهائية في بطولة العالم للرجبي تحت سن 20 عاما في مدينة كريمونا الإيطالية حيث استعادت نيوزيلندا لقب بطولة العالم للرجبي تحت سن 20 عاما وكان شباب منتخب نيوزيلندا قد فازوا بلقب البطولة في نسخها, في نسخها, الأربع الأولى أربع مرات كانت ثلاث مباريات نهائية فيها ضد إنجلترا ولكن المرة الأخيرة التي نال فيها اللقب كانت قبل أربع سنوات في عام 2011 في أرض إيطالية أيضا وبعد تقدم المنتخب الإنجليزي حامل اللقب في النسختين الأخرتين في بداية المباراة أحرز إيكرا لون هدفاً أرضياً لنيوزيلندا التي تقدمت بواقع 11 عشر مقابل 10 عشر نقاط بنهاية الشوط الأول ثم تمكن إيون من ترجيح كفة المنتخب النيوزيلندي بواقع 21 مقابل 16 نقطة نختم نشرتنا من عالم السرعة حيث سجل البريطاني توم سكايس اسرع زمن في التجارب الرسمية لسباق الدراجات النارية الممتازة فقد قطع الحلبة في دقيقة و34 ثانية و214 جزءا من الثانية على متن دراجة سوزوكي توم سكايس صاحب المركز الثاني في صدارة الترتيب العام لبطولة الدراجات النارية الممتازة سجل أسرع زمن في التجارب التي جرت في مدينة ميسانو الإيطالية فيما سجل ليون هاسلام ثاني أسرع زمن في التجارب الرسمية بفارق 212 جزءا عن سكايس على متن دراجة إبريلا وديفيد جوجايلو سائق دراجة أوروبا دوكاتي حلّ ثالثا بفارق 228 جزءا عن الاول البريطاني توم سكايس وقبل الختام مشاهدي الأحبة إليكم تذكير بأبرز عناوين النشرة طلب من مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم بول لوغوين دوري عمان للمحترفين ينطلق مبكرا لإعداد الأحمر. منتخب الشباب يلغي معسكره الحالي ويحدد موعد إقامة المعسكر بعد نهاية شهر رمضان. البرازيل تبحث عن خطف بطاقة التأهل من بوابة فنزويلا بالرغم من حرمانها لنجمها الموقوف نيمار دا سيلفا. وكولومبيا تسعى لمواصلة صحوتها حين تلتقي بالبيرو على ملعب جيرمان بيكر الواقع في مدينة تيموكو التشيلية. يمكنكم مشاهدينا الاحبه متابعه نشرتنا وبرامجنا الرياضيه على صفحات عمان الرياضيه الظاهره امامكم على الشاشه شكرا لكم على حسن وطيب المتابعه دمتم في حفظ الله ورعايته في امان الله